بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس إسماعيل محمود محمد، مؤسس أردوينو أحداث حلوان. إن شاء الله إن شاء الله هنعمل سلسلة بعنوان الكهرباء والإلكترونيات بشكل مبسط جدا، وإن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تكون سهلة. أول معلومة إن شاء الله النهاردة هنتكلم على أشكال الكهرباء. هي الكهرباء ليها أشكال؟ طبعا أي كهرباء ليها شكل. هنتكلم على أهم شكلين للكهرباء. أشكال الكهرباء أنواع أشكال الكهرباء. الشكل الأولاني اللي هو الجهد المستمر. الجهد المستمر دوت بيبقى الشكل بتاعه بنفس الشكل ده كده. دي علاقة بين الزمن والجهد. الجهد بيبقى ثابت على طول. طيب أنا بلاقي الكلام ده فين؟ أنا بلاقي الكلام دوت في البطارية بتاعة الريموت مثلا، أو أي بطارية مثلا بتاعة عربية، أو أي بطاريات جهد مستمر. طيب الشكل التاني إيه؟ الشكل التاني بتاع الجهد التيار المتردد اللي هو زي اللي في البيت عندنا، الكهرباء تبقى نفس الشكل ده كده. دي بيسموها ساين ويف، الموجة الجاذبية، ودي بتتردد 50 مرة في الثانية. ده في مصر، وفي دول تانية ممكن توصل ل 60. طيب أنا أقدر أشوف الكلام دوت بشكل عملي؟ نحاول نقيس الكهرباء ونحاول نشوف شكل الموجة نفسها. طبعا جهاز بيقيس شكل الموجة نفسها. كده شكل التيار المستمر ثابت. حبيت أقيس الجهد المتردد، ده شكل الكهرباء المتردده 50 هرتز 5 فولت. شكرا.